تحس بالملل، متخوف، مو عارف شنو تسوي. أول شيء أحب أطمنك إن القيادات عارفة شنو تسوي، فحين قعدتنا في البيت لصالحك إن شاء الله. في هالفيديو راح أشاركك في 3 طرق تستفيد منها في هذه الفترة. رقم 1، الرياضة. أثناء الرياضة والتمرين هالشيء مو بس راح يساعدك في حرق الدهون وبناء العضلات ورفع اللياقة، وأيضا راح يخفف التوتر والضغوطات. فأنصح في تمارين مثل الهاي بيرفورمنس الHIIT اللي راح تحتاج وقت بسيط، وهم من أنصح بالتمارين البسيطة اللي تقدر تأديها بشكل يناسبك. ثاني شيء، تعرف على مطبخك. أدري يمكن الفترة راح تتعود تطلب من الفاست فود، مطاعم خارجية، ولكن أيضا إذا فتحت الثلاجة ممكن تلقى عدة أطعمة تسوي منها سلطات، تسوي منها وجبات صحية. رقم 3، إذا متعود حاليا تطالع نتفليكس أو تطالع المسلسلات أو أي شيء من هالقبيل، جرب تقرأ كتب. قراءة الكتب مو بس راح تزيدك معلومات وهم تخليك إنسان قيم، ولكن أيضا تخفف التوتر وتخلي تركيزك عالي وتخلي الأمور طيبة. إن شاء الله تفيدكم الثلاث طرق، طبقها، وإذا تحتاج أي معلومة دزلي دايركت مسج، راح أساعدك إن شاء الله.